يبا أنا آسف، غلط، سامحني. على الله يكون لك درس. هذا أنا نصحتكم بس أنتم ما خذيتوا بشوري. إن شاء الله يبا، يا تصبح على خير يبا. أنت من أهل. أنت رحت حق أمك؟ لا. ليش؟ أنت إيش فيك؟ ليش ما تروح حق أمك؟ ولا في المستشفى ما تعني لك بشيء؟ يبا أنا إيش بيدي أسوي؟ بعدين أنا عندي شغل. لازم تحس إن كلنا عندنا شغل وما بدينا شيء، وأنا من باكر بنزل إعلان بالجريدة. إعلان شنو؟ إعلان علشان متبرع نشتري الكلية. كمان داد، أنت عندك فلوس تشتري كلية؟ أحاول. هذه مرعد. عيوني المركبة، أحاول أدبر المبلغ، حتى لو أبيع هدومي، أبي وأنام على الأرض، المهم إن أمك تعيش. يبا أنت ضامن إن جسم أمي ما يرفض الكلية؟ بعدين يمكن تسوي العملية وما تنجح، كذي بتخسر أمي وبتخسر فلوسك. والله حنا بنسوي اللي علينا والباقي على الله. وبعدين اسمعني زين، لا يكون أمك تسمعك بهالكلام وتحبطها. يبا أنا قاعد أقول الصج، العملية مو شرط تنجح، مو مضمونة. والله عاد تنجح ما تنجح هذا شيء لا هو بديني ولا بدينك، بدين الله. بس احنا ما نبي نتحسف ونقول يا ليتنا ما سوينا. والله عاد داد I give you my advice and it's up to you. الشباب اخر زمن. الله يرحمك يا يما، لو انت موجوده كان تينا تعلمينا شلون بر الوالدين. قمنا في امنا وابونا على كفوف الراحه، ما نخليهم حتى الزعل يزعلون منه. وانت تقول لي ما تروح عند امك؟ يبا انت تظن اني ما احب امي؟ لا، واضح كهو باين من كلامك، واضح انك تحبها. هذا الفرق بينكم وبين الغرب، هذولاك يفكرون بعقلهم مو بعواطفهم، انتوا هني العكس، تفكرون بعواطفكم وبس. كل اللي اقوله عسى الله يهداكم حق نفسكم. بالمبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. استاهل الخير. حاجيج اخوانك وحريمهم وينهم؟ كاهم بالطريق لا تحاتي. منال حبيبتي انا اسفه اني سويت استقبالي بهالظروف، بس انت تدري استقبالي ما اقدر اجله. عادي حبيبتي، الله يتمم عليكم. بعد عمري تسلمي. القلب سلم لك امره في حالتي انت ادرى. حي الله يا عمي. الله يحييك. يا الله مبارك. هلا اسراء. هلا اسراء. هلا حبيبتي. شخبارك؟ شلونك يا اخوي؟ الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل تفضل حياكم. حياكم الله، تو نور المكان. شلونك منال؟ شلونك خالتي؟ سجلي لك حياة وما تستحي. نسيتي نفسك شنو كنتي قبل لا تدشين بيت مفات؟ حاجيج وين البطلون اللي كنت تلبسينه والشارب اللي تحطينه على راسك؟ كنك ام السعف والليف. منال تكفين تكفين، يبي عصاي خلينا نشوفها شلون تطير. حلو والله. عادل انا ما اسمح لك تهين زوجتي. اللي هين زوجتي كنا يهيني انا، واللي ما يحترمها كنا ما يحترمني انا. يا عادل انت اللي ما احترمت نفسك حبيبي. تهد بنت الاصول بنت الناس، تتزوج واحده لوث. عادل احترم نفسك، احنا ببيتكم. ما عليه ابو فهد، ما عليه، انتوا اهل، احنا اللي نطلع انا وبنتي. يلا يما. لا يا سلمى، اللي هين جنتي وهين امها كنا هاينا احنا. يلا يلا خلنا نمشي، احنا ما نقعد ببيت ناس ما يحشمونا ولا يحترمونا. يلا يلا يا صاح. يلا سهل، ترى ابوي مو ناقص حتى تكلم عن افكارك السخيفه. ايش فيك ما تحس؟ وانا ايش قلت؟ يبقى انا انظر الامور بواقعيه من غير تضخيم للامور. وبعدين انا كل يوم ادعي حق امي ان الله يقومها بالسلامه، وهم حرام ابوي يخسر فلوسه. شنو يعني الفلوس مقابل الام تقوم بالسلامه؟ يبقى صحه امي تسوى الدنيا وما فيها. هذا كلام نظري، باكر لقيتوا نفسكم مطلوبين
بتعرفون ان قراركم كان غلط بغلط. اسمع هون، صدقني من الكلام فوق اللي قاعد تقول، احنا ناقصين ترى احنا، بالذات امي قصر على الزفت اللي قاعد تسمعها هذا. يا اخي ساكت عن الحق، شيطان اخرس، وانا ماني ساكت عن الحق، وطول ما انا مقتنع بوجهه نظري ما راح اسكت. الكلام هذا قوله برا، لا تقوله هني، ويا ليتك تام كندا وموياي. An individual like a single lane, and be a leader like the first one who came, and put the flag down, don't hold your head down, ladies and gents, cause you could do the same. Expression. هي اسرار يا حبيبتي، خلاص يبا ذبحتي نفسك من البتشي، ما له داعي اللي قاعد تسوينه، هذول ناس ما يستحون ولا ينتخون، وبعدين انا اتصرفت معهم التصرف اللي لوك فيه. انا اللي قاهرني شيء واحد بس، ليش حاطين دوبهم ودوبني؟ ليش يعاملوننا كأن احنا مو بشر مثلهم؟ حبيبتي يا قلبي يا روحي خلاص يبا لا تبكين، هذول يبا ميتين من القهر ومن الحر منك، خلاص يبا عشان خاطري قومي غسلي وجهك، ترى الدموع مو حلوه عليك. محمد انا مو عارفه شلون اشكرك على موقفك الرجولي. صدق الله العظيم، استغفر الله. يا رب يا رب يا ربي شو اسوي الحين؟ ام رعد خلاص عايشه على الغسيل، وانا حتى تكاليف الغسيل ما عندي. يا رب يا رب انا طمعان في كرمك ولطفك، يا رب لا تحرمني منهم، انك انت قادر على كل شيء. يما ما برت شدي، كان ودي احط ايدي بشعرها واسحبها ومتشعها، مقهوره منها مقهوره، بس يما مصيبه ولا اهتمت. شي يما متزوجه واحد ما تحلم تاخذه، انت شفتيها ايش لابسه؟ الفستان اللي لابسته قيمته اكثر من 500 دينار، ولا الالماس اللي في رقبتها مصيبه يعلها ما تهنى. والله لا ادبه خليه يمشي ويكلم روحه ومتشع من قلبه الالاف. يا يمه محمد ما تهمه الفلوس، تهمه 4000 ولا 5000 نفقه؟ لا تاخذين رايي يا يمه، انت تقدرين تردين محمد عن طريق العيال. العيال شلون يمه؟ أنا أقول لك شلون، خليهم يزورونك كل أسبوع وانسيهم، طلعيهم برا، حني براسهم، فهميهم إن هذه ما تحبهم عدوتهم، وخليهم يحنون على راسه إنه يردك. الحين هو حرس جديد مستانس، هذه البداية، بس عقب بيملها بيفتر الحب ويقل. يما يعني انت شايفه اني ما راح حق المحامي؟ لا همتك عيالك الحين، وان شاء الله بيردونكم حق بعض، تذكري كلمتي. عادل انت لازم تروح تعتذر من الدكتور محمد وزوجته. شنو؟ من صدقك انت؟ انا زي مني اني ما ضغطهم، تبيني اعتذر بعد؟ اي طبعا لازم تعتذر، ولا تنسى انهم كانوا ضيوفي، وانا بصراحه ما ارضى على ضيوفي انهم ينهانون في بيتي. ويكون بعلمك انا لو ادري انك بتسوي فيهم كذي كان من الاساس ما عزمتهم، وعشان كذي لازم حضرتك تروح وتعتذر منهم، وعلى ما انت تروح انا بروح وبعتذر لهم. شنو؟ انت من صدقك انت؟ لا يبا ما تروحين بيتهم، انا مو راضي.
يا عادل يا حبيبي انت ليش ما تفهمني؟ عادل حبيبي لازم واحد فينا يروح يعتذر لهم، لان يا عمري اللي صار غلط من اوله لاخره. وانا شي ضمن اني ما يهينونك، فرصتهم انت عندهم راح يردون لك الاهانات. ما اظن، باين عليهم ناس وايد محترمين واخلاقهم عاليه، وهم لو يبون يغلطون كان ردوا عليك هني وفي بيتنا لما انت ومنال جرحتوهم وغلطتوا عليهم. انا ما هقيت كل هذا يطلع من عادل. كله بسبة اسرار، لو ما محمد متزوج اسرار ما صار كل هذا. لو ادري انا بيسوون كذي كان ما رحت ولا خليتكم تروحون. طلعونا يا هال واحنا بهالعمر. رايد ايش فيك؟ صافي انا ما ادري ايش اقول لك. رايد ايش فيك؟ احنا ربع، قول لي ايش فيك؟ بصراحة أنا محتاج فلوس علشان أشتري كلية حق أمي. وكم المبلغ؟ يعني من 15 لـ20. بل والله يا رائد المبلغ مو هين. والله أنا لو عندي كان أعطيتك، بس تدري شلون؟ أنا عندي لك واحد يعطيك يده المبلغ. شلون يعني يعطيني؟ يعني يعطيني قرض فوائد مثلا؟ لا لا لا، يعطيك المبلغ مقابل أنك تسوي له خدمة، بس الخدمة كبيرة بقيمة الفلوس. أنا مستعد أسوي أي شيء بس عشان أمي تعيش. أي شيء؟ أي شيء؟ أي شيء صافي، أي شيء. خلاص، مدام أي شيء، أي الريال بيضبطك وبيعطيك اللي تبيه. بس ها، تسوي له اللي يبيه بالضبط، لأنه مثل ما أنت محتاجه، وهو محتاجك. ها حبيبتي، شلون نفسيتك عقب اللي صار؟ الحمد لله، أنا كلهم ما يهمون، أهم شي رضاك عليك. وأنا راضي عليك كل الرضا. أنا ما صدقت أكون وياك. بعدين أمك كانت رافضة بشكل غريب، مصرة على الرفض بشكل أغرب. يا تطلق منال يا ما تاخذ بنتي. كاني طلقت منال وخذيت بنتي. أنا ما كنت أبيك تطلق منال، ما كان عندي مانع إن نكون أنا وهي على ذمتك. أنت راح تقدرين هالشي يا أسراء، وأنا متأكد. بس منال عمرها ما راح تقدر. منال أنانية، تحب تسبب المشاكل وبس. أنا مستعدة أودي لها اليهال بالأسبوع مرة ومرتين وثلاث وأربع، ما عندي مانع، بس تكون بعيدة عني إيه ومشاكلها. مساك الله بالخير. حي الله مليانه. هلا ابو دخيل. هلا يبا. هلا بالحبيب. شلونك صافي؟ الله يطول بعمرك. شلونك؟ السلام عليكم. هذا صاحبي اللي قلت لك عنه. والنعم فهمته؟ اي شلون ما فهمته؟ يبي يسوي لك اللي تبيه بعد كوكس. حياكم. حييك. لا مبين عليه خوش ولد وطيب، وانا مستعد اعطيه اللي يبيه. الله يخليك عمي. انا ما بغيت شيء. بغيت بس اللي يكفي عشان اشتري كلية حق امي ومصاريف المستشفى، يعني 20,000 بس. بس ترى ما طلبت شيء، وانا مستعد اعطيك 25. المهم سلامة الوالدة. مشكور عمي، ما قصرت. خلاص انطر مني تليفون اليوم او باكر، او تلقى الخبر عند صافي. مشكور عمي، ما قصرت. ولا يهمك، حاضرين احنا. حبيبي يا ابو دخيل. ولا يهمك. يلا احنا نستاذن. حياكم. ماشي ابوي. حياكم. يلا مع السلامة، فرصة سعيدة. وما الله حياكم. حبيبي يا ابو دخيل. حياك يا الغالي. الله يسلمك. حياك. انطر منك خبر. ها؟ توكل على الله. ابوي. يلا وما الله. وما الكريم. وما الكريم. Excuse me. Hello. Hello.
تفضل. مزبوط مسكور. حياك الله. Hi, I'm Izzy. مرحبا. Please give me one hubbly bubbly. Sorry, shisha, shisha. عنب. With one orange juice. مع سكر. Okay. Okay. والله ماني عارفة شلون ابتدي، بس أنا بصراحة جاية علشان أعتذر منكم من اللي صار بالاستقبال ذاك اليوم. وصدقوني ترى أنا ما كنت أدري عن نوايا عادل وهلا، وما سويت هالعزومة علشان أهينكم ولا أجرحكم. اعتذارك مقبول يا بنيتي، وإحنا عارفين إن أنت مالك ذنب ونيتك صافية. أما عادل منا لله، حسابه عسير مع رب على اللي سواه فينا. صدقوني أنا لمت عادل على تصرفاته وقلت له لازم تعتذر. لا يا بنت الحلال، الله الغني عن اعتذاره. اللهم لا شماته. وانتي يا سلمى، سلمى أمرك لله سبحانه. لا إله إلا الله. وييتك عزيزة وغالية يا سارة، واعتذارك مقبول. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ هاي فضل سامي. الله يسلمك. هاي استريح. مشكور. استريح. شلونك سهل؟ الحمد لله I'm fine. وين راي ابو سامي؟ تاخرت؟ والله انشغلت شوي، كنت بسوق الذهب وتاخرت. اوه جولري شوب مره واحده؟ اي مودي المدام تشتري ذهب. الله يسلمك، اليوم عيد زواجنا وتدري لازم اشتري لها شيء يسوى. اوه كونجراتوليشن، ان شاء الله عقبال يوبيل الذهبي. على فكره سهل، ايش رايك تيجي عندنا اليوم؟ مسويين حفله صغيره بالشاليه. يا كول. Why not? At least we have fun. أنا منيت ما رحت للمستشفى. It's so boring. خلاص. الوعد الساعة 9. ناطرك. شرب شيء زين أبو سامي. مشكور حبيبي، يعطيك العافية. لا تنسى الساعة 9. يا شور. مع السلامة. باي. هاي ايوه بشر، شلون امي؟ والله شو اقول لك يا ولدي، رحنا للدكتور وقال لازم غسيل الكليه، ما كل عاده كل يوم تروح لها تغسل كليتها وترجع، لما لقانا متبرع يتبرع لنا بهالكليه. خلاص يبا انحلت الحمد لله. صافي قال بيعطيني 15,000. 15,000؟ شلون يعني؟ احنا ما نقدر نردها بعدين يا ولد. لا يبا ما راح اردها، راح نسوي مقابلها شغل حق واحد من ربع صافي. لا يا ولدي انا بصراحه متخوف، 15,000 مي سهله، وانا ابوك مي سهله ليكون بس بشغلك بالتهريب ولا المخدرات. لا يبا لا، الرجال انا قابلته طيب ومحترم، حتى شكله زاهد بالدنيا، ولما عرف انه محتاج فلوس حق عمليه امي قال لي خلال يومين بتكون عندك الفلوس. الحمد لله اللي في هالدنيا ناس طيبين مثل هذا، بس مهما كان قلبي قارسني أنا. 15,000؟ أكو أحد يعطي 15,000؟ السلام عليكم. هلا. شلونكم؟ الحمد لله طيبين. سريح سريح سهل، سريح سريحوا شباب. حياكم الله. احب اعرفكم على صديقكم الجديد سهل. حياك الله. الله يحييك. طبعا سهل من الناس الشقرديه، الشباب اللي يحبون يشتغلون ويعتمدون على انفسهم، وطبعا سهل مثلكم يعني شاب ومن طقتكم، وانتوا طبعا الشباب انا احبكم لانكم وايد قويين وطموحين وتحبون هم بعد الحركه، وتحبون اللي هو مثل ما يقولون الحماس، وتحبون الاندفاع وما تخافون، عرفت شلون؟ ومثل ما تعرفون سهل توه راد من كندا صراحه، متملل ومو عاجبته الاوضاع، والاوضاع هناك غير وهني غير، وهم الطبيعه غير والتعامل غير، فهو ضايق خلقه.
يبي ينفس عن عن عن, عن نفسه شوية، يعني يبي وناسة. أفا عليك، مدام إحنا موجودين مستحيل يضخ خلقه. إحنا كل أسبوع لنا سهرة كلها وناسة، وأكثر سهراتنا برا الديرة. يا بط، برا الديرة difficult شوي. اسمعني يا سهل، إذا كان على فلوس ولا يهمك لا تشيل هم، كل شيء عندي على حسابي. يا إذا كذي كول، ما عندي مانع. إيه إيه، رزو رزو. إيه يا حي الله سهل. ياي حييك. حي الله. شاي؟ إيه تفضل فيك. أشرب. خلاص خلاص، مش المعاملة. يلا باي 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 باي. هاي حبي. ها حبيبتي، ها اعتذرتي لهم؟ إيه طبعاً اعتذرت لهم، وأنا الحين وايد 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 مستانسة. صدقني يا عادل، الإنسان منا مو ماخذ معاه شيء من هالدنيا، ما رح ناخذ معانا شيء إلا أعمالنا الزينة. وحتى لو كان في أي عداوة بينك وبينهم، انسى خلاص، خل قلبك حلو، صفي نيتك يا عادل. وصدقني أنا مو قاعدة أتكلم كذي إلا علشانك تهمني وعلشان مصلحتك. لا تحاولين تقنعيني، أنا هذه البنت ما أعطنها كلش. ممكن أعرف إيش سوت لك وإيش ضررتك فيها البنت؟ يبا هذين الناس ناكلين الجميل، ما فيهم خير، حرامية، يبوقون الكحل من العين، والناس مصدقين أنهم طيبين ومساكين. اليوم يا شباب وصلني اتصال من صديقنا في إيطاليا، يقول إن البضاعة عنده جاهزة، يا ترى من مستعد فيكم يروح؟ إيش رأيك هالمرة تروح تأخذ وياك سهل؟ ها؟ إيه سهل، إيش رأيك؟ ما ودك تزور فينيسيا؟ يا يو ثينك هالعرض يتطوف؟ بس أبو سامي تعرف أخوك على الحديدة. ولا يهمك ولا يهمك، أفو عليك يا سهل، قايل لك كل شيء أنا مستعد فيه، كل شيء عندي وأنا أبو هندي، أنا أتكفل بكل شيء، ما لك شغل. That's so cool. خلاص عيل، بس كذي نحتاج فيزا. فيزا؟ ولا يهمك يا سهل، عندنا واحد يسويها لك بيومين، لا تخاف. بس ها، شغلنا يحتاج إلى السرية التامة، وسفرنا كذلك، ما بيحد يعرف بأي شيء حتى لو أهلك. يا مو مشكلة، أهلي أنا راح أتصرف معاهم، وماي داد كلم المدير وقال لي راح يشغلني معاه بالمطبعة. ما شاء الله، للحين دادك يشتغل في المطبعة؟ إيه على خبرك. خوش عيل، مدام أبوك للحين في المطبعة راح نستفيد منكم وتستفيدون منا، احنا من وقت لوقت نحتاج إلى بعض المطبوعات، وبكذي دهننا في مكبتنا. الساعة المباركة. Give me five. خوش. أنا بتصل فيه وبقول أني بشوف عيالي، ما ظنها رح يرفض، بس مثل ما قالت أمي الحين دوري ولازم ألعبها صح، لازم أخليه يتركها ويرجع لي. وعلى قولة أمي، الورقة اللي رح أكسب فيها إيه العيال. هاي يا باي، ايش فيك تاخرت؟ ماكو، كنت مع واحد من ربع عزمني على الشاليه. والله يبا عندهم خوش شاليه يبرد القلب. اي طبعا، ناس عايشه وناس لايصه. ما عليه يبا، بمناسبه رجعتي من السفر واحد من ربع قال لي بنسافر انا وياه حق دوله من دول الخليج وعلى حسابه بعد. لا تنسى يا ولدي وراك دوام، ومتى بترجع؟ لا يبا ما تطول، كلها يومين ثلاثه ورادين. أيوة لا تأخر لا تأخر، ترى دوامك الأهم. لا يذكر لا يذكر.
صافي الرجال ما كلمك. لا بس اتوقع يتصل فيني اليوم، واذا اتصل فيني راح اعطيك خبر. ما قلت لي نزلتوا اعلان بالجريده؟ اي نزلنا، ابوي نزل بالجريده. بشر اتصل فيكم احد؟ اتصلوا وايد بس قاعد اشوف من المناسب للتبرع، عشان كذي قاعد اقول لك احنا مسيرين على الفلوس، لان بعضهم ما راضي يسوي تحاليل الا ما يتاكد انه بنعطيه شيء. عاد تصدق مو عواده ما يتصل فيني، العاده على طول يتصل، بس اكيد قاعد يمر بظرف. والظرف هذا ما صار للحين؟ ما عليه طول بالك، اذا ما اتصل اليوم باذن الله يتصل باكر. مو انت ما تحاتي كثر ما انا قاعد احاتي. لا والله يا اخوي اكيد قلبي معك، هي والدتي مثل ما هي والدتك. ان شاء الله يدق ان شاء الله. باذن الله. هاني منال. الو. يا هلا بخير. الحمد لله يا منال الله يسلمك. اليهال. اي حاضر. ان شاء الله ما في مشكله. بس متى بتمرينا؟ ان شاء الله. خلاص بيكونون جاهزين. ولا يهمك. مع السلامه. مع السلامه. الحين عرفت ان عندك عيال يا منال. يلا اصير اطيب منها. هل قاعدين تطمعون انتوا عدل ولا غلط؟ لا تورطوني ويا الناس. انتوا هني حاط ازرق هني حاط ملون، شلون شلون؟ ابي افهم ابي افهم. وبعدين بالانجليزي عدل هذا انجليزي ولا مو عدل؟ انا ما اعرف انجليزي. انتوا لا تورطوني ويا الناس، ترى شوف اخصم من معاشك. لا تقول لي بابا والله انا فقير مسكين ابتيري سواه. لا لا انا ما عندي كم تاري سديكي، مفهوم؟ اي مره ثانيه اي تم كاري سديكي. يا شو الحكي هذا؟ جايبين لنا ناس ما اعرف. هايدن وينك فيه انت؟ وينك فيه؟ امتى تشيل عني هالحمل الثقيل؟ انجليزي انجليزي ما اعرف، وهذا هالدثوي هذا هم ما يعرف انجليزي بعد. شنو هذا؟ عطني انترناشونال اورجنايزيشن. يعني شنو انترناشونال انجليزيشن؟ يبقى يعني المنظمات الدوليه. ها يعني مترجمة كذي؟ إيه. أي زين أشوش أشوش الحمد لله الحمد لله. واو واو شنو واو تت شنو؟ لا يبا يعني ما شاء الله شكلكم وسعتوا المطبعة and make it bigger. بقر والله البقر ويهك. لا حنا حنا بنعدلها بعد بنسنحها بنحط لها ديكور. يا ماي فريند بوسامي قال وده يتعامل معاكم. والنعم فيه والله، هذا الريال معرفته غنيمة. قضبه بضروسك هذا ودينك، وقول له يقول لك الوالد يعطيك أحسن سعر. يا يبا كان قلت مليون كاهو دق. هلا أبو سامي. إيه الحمد لله بخير. يا كاهو يمي يسلم عليك إن شاء الله. أخلص وأمر عليك. أوكي سيا. لا عيب عاد عيب عيب. قاعد حق تقول حق رفيجك سيا عيب. انا ابوك انا يبا. يا لا عيب لا تقول لي يبا. يلا يبا سيو اشوفك على خير. سيو اشوفك على خير. ايه مدام كذي يا سيو. ها ابيك تشتغل معاي، ابيك تشيل عني الحمل الثقيل. صافي تلفونك شغال؟ شغال كم؟ اخاف سايلنت. رعد ايش فيك؟ ترى والله قلبت راسي من كثر ما مدوده ومتوتر. توترك انت قال لي انا الريال بيتصل. ليش تحاتي؟ لا تلومني. الوضع مثل وضعنا ما يلامون. الله لا يوريك المصيبه. لا تشوف امي اللي قامت تلوى. مره مسيتشينا عوده. يا حبيبتي يا ايمان. الله يشافيها ان شاء الله. الحين كل شيء جاهز الا الفلوس. الفلوس تتدبر. زين خل نروح له.
مو من صالحنا ندق عليه، خله هو يدق علينا احسن. يا رب يدق يا رب. ان شاء الله. والله اني تعبان من هد حيلي بالمره. شوف يا وين ابوك، ابيك تروح تصور لي هالورقه 3 نسخ وتجيبهم لي. يا شور يبا. يلا يبا. يلا يا رب انك توثج عيالي وتسمح دربهم وتشفي ام رعي ويخليها لي يا رب. انت وينك؟ تلفونك قاعد يرن. ايش فيك ما شلته؟ شيله. بعد ما ادري من داق عليك، تلفونك خاص هذا. الو؟ هلا ابو دخيل. هلا والله. الله يسلمك. لا والله ما كنت على المكتب. تامر خلاص اليوم الساعة 4. تم عمي. لا اعتمد. الله وياك. هو طمني. ويبينا اليوم الساعة 4. ان شاء الله. بس تقعد الفلوس وياه؟ والله الريال عمره ما خلف لي بوعد. الريال دائما عند كلمته. ان شاء الله ما يخلف. اهم شيء ما نتاخر عليه. تدري شلون؟ نخلص دوام ونطير له. والله انا ودي الحين نروح له. لا يبا، نخلص شغلنا ونطير له. اوكي. اوكي. اسمعني زين يا سهل. ابيك تعرف اني احبك واثق فيك وايد. وعلشان كذي انا دخلتك وعرفتك على ربعي. ترى شغلنا يا سهل وايد سهل، مو صعب. وبيك بصراحة وتحط تحت صراحة 3 خطوط في شوية مجازفة وخطورة. يا أبو سامي، بات أقدر أعرف شنو طبيعة الخطورة اللي بشغلكم؟ آها، قلت لي. إحنا لنا أصدقاء في دول كثيرة من العالم، وهذيل بصراحة يلعبون بالفلوس لعب، عندهم ملايين، لكن للأسف ببلدانهم ملاحقين والعين عليهم. علشان كذي احنا ناخذ فلوسهم هذه ونحطها عندنا في مشاريع وتجارة، نشغلها لهم يعني، ولنسبتنا. وبشرك نسبتنا كبيرة، في بعض الأحيان توصل من 15 إلى 20%، وانت عليك الحساب عاد. اذا كان المبلغ 100 مليون دولار ولنا منهم 20%. كمان يو توكن اباوت 20% رغم لايف ستايل في، بات جيف مي سم تايم افكر. خذ راحتك، ما حد لاحقك، فكر على كيفك، بس دير بالك وحطني على بالك زين. موضوعنا هذا يتم بسرية وما بي أحد يعرف عنه كلش، تفهم؟ yeah. okay. على ذنك. ذنك معاك. سهل دير بالك يا سهل، حطني على بالك عدل. ترى الناس اللي هناك صورتك عندهم، وإذا حاولت تلعب بذلك أو تسوي شغلة مني منك ترى بيودونك ورا الشمس، أنت فهم؟ يا أوكي أوكي بس. أقول رائد حبيبي. نعم عمي، آمرني. ما أدري أنت قلت أنك مستعد تسوي أي شيء. صح عمي، بس أهم شيء عندي أمي تقوم بالسلامة. لا لا تشيل هم، إن شاء الله تقوم بالسلامة، وأنا مثل ما وعدتك بعطيك 25,000 وباكر أعطيك الشيك تصرفه.
بس المهم نتفق على الخدمة اللي بتقدمها لي. عمي أنا من إيدك هذه لإيدك هذه، حاضر باللي تامر فيه. جي صراحة كلامك شجعني إني أطلب منك الخدمة هذه. وأنا رقبتي سدادة عمي. إيه طال عمرك، أنا عندي شخص عزيز علي مثلك وشرواك، صراحة مريحني حيل ويخدمني من زمان، بس مع الأسف المسك بقضية تزوير وهو بريء منها، وبيك صراحة تشيل القضية عنه. شنو؟ أشيل القضية بداله؟ لا عمي ما أقدر. فكر في كلامي زين، ترى مدة مو طويلة، كلها 7 سنين سجن بس، ومن باكر تضمن فلوس عملية أمك بمخباتك.